وفي هذا السياق تكتسي حماية المعطيات الشخصية للأطفال أهمية بالغة باعتبارها نقطة ضعف التي يستغلها أصحاب النوايا السيئة لاستمالة الأطفال واستغلالهم عبر الإنترنت. اليوم كاين الاطلاق ديال المنصه كون على بال اللي تطلقها اللجنه الوطنيه لحمايه المعطيات ذات الطابع الشخصي، واللي كتنخرط فيها وزاره التضامن الاجتماعي الاجتماعي والاسره مع قطاعات حكوميه اخرى كالشباب والتعليم، لان هذه المنصه مهمه جدا كتساعدنا باش تكون عندنا واحد المنصه اللي فيها اولا الاليات التكنولوجيا اللي والتطبيقات اللي غادي تساعد الاباء والامهات انهم يحميوا الاطفال ديالهم من المخاطر اللي ممكن يصادفوها الاطفال في العالم الرقمي، لان العالم الرقمي مهم جدا، مهم ان جميع المواطنين والاطفال انهم يولجوا للعالم الرقمي، لان فيه عدد من يعني الاستفادات اللي يستفدوا منها، ولكن خاص بالموازاه تكون الحمايه ديالهم. فاذا هذه واحد الخطوه مهمه جدا قطعتها بلادنا ب يعني المساهمه الكبيرة ديال اللجنة الوطنية، وهذا كيخلينا أيضا نتقدموا في الالتزامات ديال بلادنا فيما يخص السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة اللي كنعرفوا الأهمية الكبرى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لحماية الطفولة ولحماية الأشخاص بصفة عامة النساء، خاصة حنا في الحملة الأممية ديال محاربة العنف ضد النساء خاصة ضد العنف الرقمي. إذا هذا إنجاز كبير وتنوه بالعمل اللي كتقوم به اللجنة الوطنية، وشكرا لكم. وزارة الشباب والثقافة والتواصل من خارطة مع بهذه الحملة لحماية يعني المعطيات بصفة عامة، وبالخصوص كنت كلمونا على الأطفال، كيف ما كتعرفوا التطورات اللي كيعرفها العالم ويعني واللجوء للمعلومات داخل يعني في الانترنت كيخلي ان الأطفال يكونوا مهددين من طرف يعني أشخاص اللي عندهم أغراض أخرى، فكان لابد أن يكون هناك هذا التحسيس، والوزارة بقطاعها الشباب والثقافة والتواصل معنية بالأمر في المجال التحسيسي بالطبع في اطار التواصل، والمجال ديال يعني البنايات اللي كتستقبل الشباب، لا بالنسبه للشباب لا بالنسبه للثقافه، وهنا غادي نخالط بالطبع الوزاره بكل مسؤوليه باش نحاول مره اخرى نحميو على وليداتنا على اطفال المغاربه. فمن دورنا نحن كحكومه ومؤسسات ان نوفر لهم تلك الحمايه والتحسيس.